توج سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، الفائزين في سباق سموه للقدرة لمسافة 120 كيلومتر والذي أقيم ليلا. وتمكن الفارس راشد الرويعي من إسطبل الزعيم التابع للفريق الملكي من تحقيق المركز الأول، وجاء في المركز الثاني الفارس عبد الرحمن الزايد من إسطبل فيكتوريوس التابع للفريق الملكي، بينما حل في المركز الثالث الفارسة الشيخ نجلاء بن سلمان الخليفة من إسطبل الخالدية. وفي نتائج إسطبلات الأهالي حل في المركز الأول الشيخ محمد بن مبارك الخليفة من إسطبل محمد بن مبارك، وفي المركز الثاني جاء الفارس خالد المبارك من إسطبل الأصايل، بينما جاء في المركز الثالث الفارس فيصل الدوسري من إسطبل الرويعي. وقد تم تتويجهم في نهاية السباق من قبل عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الملكي للفروسية وسباقة القدرة. أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالنجاح الكبير لسباق سموه الليلي للقدرة، مؤكدا أن نجاح السباق جاء بفضل المشاركة الكبيرة والنتائج الجيدة التي تحققت من قبل جميع الفرسان المشاركين في السباق بعد الأداء الفني الكبير الذي قدمه جميع فرسان الإسطبلات المشاركة، مؤكدا أن ما قدمه الفرسان يعكس مدى التطور الفني الكبير الذي وصلت له القدرة البحرينية. وهنأ سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الفرسان الفائزين بالسباق، معربا عن تقديره لجهود جميع أعضاء اللجان العاملة في البطولة، ومؤكدا الدور البارز لهم في نجاح منافسات البطولة والتي نالت الإشادة الكبيرة من قبل جميع المتابعين الذين حرصوا على متابعة السباق منذ بدايته حتى المراحل الأخيرة. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن السباق شهد نجاحا كبيرا بفضل المشاركة القوية والكبيرة من قبل فرسان الإسطبلات المختلفة الذين حرصوا على التواجد والمشاركة في هذه السباقات، مشيدا سموه بالمستويات الفنية الرفيعة التي قدمها جميع الفرسان، وأكد على تميزهم وفوزهم بالمراكز الأولى والتي جاءت بعد المستويات اللافتة خلال مراحل السباق والتي جاءت مثيرة، وأكد الدور الهام الذي تقوم به جميع اللجان العاملة في البطولة.